نعرف حال الطقس لليوم. معنا الأستاذ ماهر حسن مدير مركز الباسل للأرصاد الجوية لنعرف درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة والرطوبة النسبية. صباح الخير أستاذ ماهر. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يا هلا. تفاصيل عند حضرتك، تفضل. نعم، حاليا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، والجو صيفيا عاديا ومستقرا في المنطقة الساحلية. تظهر بعض الغيوم المتفرقة خلال اليوم وغدا الجمعة، وذلك مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة. طبعا امتداد هذا المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، تكون حول معدلاتها أو أعلى بشيء قليل، يعني بدرجة أو درجتين. أما في حال انزياح هذا المنخفض الجوي واستبداله بمرتفع جوي، عندئذ ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى من معدلاتها بحوالي 5 درجات مئوية. لذلك حاليا وخلال الفترة القادمة تبقى الحرارة ضمن معدلاتها الطبيعية، ولكن تبقى الرطوبة النسبية في المنطقة الساحلية مرتفعة، يعني تتراوح بين 60 إلى 85%، وهذا ما يعطي شعور زائد بالحرارة أعلى من المسجلة. نعم. يعني أعلى من المسجلة بحوالي 3 درجات مئوية تكون بسبب الرطوبة النسبية المرتفعة. السبت يطرأ تغيير على الطقس، تغيير طفيف طبعا، يتحول الطقس إلى غائم جزئيا. نعم. وتصبح هناك فرصة ضعيفة لهطل الزخات متفرقة فوق المرتفعات الجبلية الساحلية. نعم. بالنسبة للرياح السطحية جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الساحلية عظمى 33 وصغرى 23، المنطقة الجنوبية عظمى 36 وصغرى 23، في المنطقة الوسطى عظمى 35 وصغرى 22، المنطقة الشمالية عظمى 37 وصغرى 23، والمنطقة الشرقية عظمى 41 وصغرى 27. نعم نعم، هذا كل شيء عن أحوال الطقس أستاذ ماهر. طبعاً بدنا نشكرك دائماً على المعلومات اللي بتقدم لنا إياها. شكراً لحضرتك. يسعد صباحكم. صباحك يا رب.